حبيبي. نعم يا غصون، صباح الخير عليك وعلى جميع مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، حياكم الله مرة ثانية. اليوم في الميدان تواجدنا بدائرة مهمة مثل دائرة المرور بالتاجيات. كثير من الناس يسولفون عن التاجيات ودائرة المرور اللي موجودة عندنا. أكو بيهم يقولون احنا نروح نكمل معاملتنا بساعة بساعتين ممكن تكمل، وأكو بيهم لا والله يقولون صار لنا شهر، صار لنا 20 يوم، صار لنا 10 أيام ما مكمل المعاملة. تواجدنا ميدانيا راح يكون مع الناس في دائرة المرور، وأيضا يرافقنا السيد مدير عام دائرة المرور اللي موجود بداخل هذا الموقع، حتى راح نسولف وياه ونكشف عن الموضوعات اللي صايرة بهذا المكان وهذا الموقع. أكيد راح نمشي المعاملات ونشوف شنو اللي بيها، وبمرافقته سيادة العميد قتيبة، حياك الله صباح الخير. حي ودوم، الله يحفظك. نرحب بك وبقناتكم الكريمة وبكل جمهوركم وبكل الشعب العراقي الكريم. حياك الله يا طيب. أهلا. احنا راح ناخذك اليوم بجولة بس ما نتابع. يلا لا حاضرين ان شاء الله بخدمتكم. الله يبارك فيك ويحفظك. الله يحفظك. احنا اول ما سولفنا خلي زميلي يعطينا صورة عامة عن المكان سيادة العميد. بصراحة. نعم. المرور هواية يسولفون عنه، يقولون يابا المعاملات اللي موجودة والضغط اللي صار على الضابط والمنتسب اللي موجود داخل المرور. يعني هذا اكو صار ارباك عندكم بالشغل او مش الامور طبيعية؟ لا طبعا انت مثل ما تعرف وكل الجمهور والشعب العراقي يعرفون صارت اكو تغييرات جديدة، استلم السيد الوزير الوزارة يعني مو ببعيد يعني فترة قليلة، واحنا معالي السيد الوزير يعني تدري رجل مهني، اول ضابط شرطه يتولى منصب وزير الداخليه، وبالتالي صارت مجموعه من التغييرات من ضمنها استلام الاداره في مديريه المرور العام السيد اللواء زهير مدير المرور العام، وكذلك المعاون الفني اللواء ضياء. باشرنا بحمله وبعد ما السيد الوزير اللي هنا لهذا الموقع، وصار عنده سلسله من الاوامر والتوجيهات والتغييرات، قدرنا في فتره قليله الحمد لله والشكر نغير واقع المجمع من حال الى حال. وطبعا هذا احنا ما متفضلين به على المواطن، هذا حقه وابسط حق من حقوقه. احنا اليوم اذا نؤدي واجبنا بشكل صحيح احنا ما نستحق الشكر، لا نستحق راتبنا. اذا ما نأدي واجبنا بصوره صحيحه ما نستحق هذا الراتب، وبالتالي لازم يتعاقب المسيء. فصارت اكو مجموعه من التغييرات، مجموعه من الاوامر الاداريه، مجموعه من العقوبات العفو، صار عندك هذا الواقع الحال اللي صار عندنا الحمد لله والشكر. اليوم المواطن في موقع مرور التاجيات صارت انجازه بنفس اللحظه وبنفس الساعه ان شاء الله، وتقدرون تسالون وتشوفون العلامه. نعم. احنا راح نسال ونسولف في المواطنين. الله يسعدك عمي، شلونك حبيب؟ شو اخبارك عمي؟ تدخن وجيجارتك شلونك؟ قواك الله. الله امورك مرتاح ان شاء الله؟ الله يسلمك. هلا بك سيد اللواء. كان السيد العميد كانه مو ويانا، ايدك سولف لي عن دائره المرور. والله زينه اجراءاتهم كلها زينه، ما يعطلون. دخلنا اي مراجعتنا، دخلنا دوره مال السياقه ودبونا على الحاسب وكملنا سعدنا ماشي ان شاء الله، بس نروح نستلم الاجازه. لزمت السرعه؟ والله الصبح ب8 وفتحوا الولد علينا ومشينا بالسياقه. ما عندهم السرعه؟ اي مشي السرعه. نعم يمشي السرعه، ما في مشكله. لا ماكو اشكال. نعم لا زين. والله معاملات تمشي. لا والله اجراءاتهم حلوه والله، المرور ما مقصرين، الضباط والمراتب كلهم والله منتسبين زين، يعني ما عندهم اشكال. اي جواب سؤالي جاوبك عليه وما يقصرون هم خطيه والمواطن. جزاك الله خير حبيبي. هلا سلام لك. خلينا ندخل داخل القاعة. طبعا المواطنين بهذا المكان، هذا المكان انتظار البصمة لو شنو سيات الانتظار جوا، بس هذا تدري اكو يعني مثلا اكو اطراف بالمعاملة، اكو المشتري يحضر، البائع بعد ما حاضر، فالمواطن من حقه انه يعني في اي مكان يعجبه. الله يسلمك. شو صدق على بيك؟ هلا وسهلا. الله عمي. الله يسلمك. عافيتك. الحمد لله بخير. الله يسلمك. الحمد لله بخير. اليوم احنا داخل المرور، حياك الله. اهلا وسهلا. المرور والله الحمد لله خير ونعمه وتسهيل. والله الصحيح تسهيل الامور وشغله بسيطه والحمد لله والشكر. والله معامله جاهزه مال السوق. اي طلعت. اي كملناها. انا راح اروح على الاختبار. بعد الاختبار؟ اي على الاختبار يعطونا يسلمونا جاهزه. اي المعامله مالتهم جيده وخوش شغل ان
شيء نظامي. جزاه الله خير سيدي. عندكم ملاحظات؟ والله ما عندنا ملاحظات، الامور ماشيه بما هي. حلو حياك الله. حياك وسهلا. اهلا وسهلا. هلا بيك. الله يبارك بيك. خلينا نفوت داخل الدائره. ممكن انه بعض المواطنين. تفضل سياده الامير. في هذا المكان انتظار اللي هي سحولها البصمه، بعد ما يروحون يم ضابط الترويج يتاكد انه معاملتهم جاهزه ومستكمله كافه الاجراءات حتى يحولهم على البصمه، بعد ما ينطيهم التسلسل على الحاسبه اللي راح تدي لهم الواجب. نعم. ايضا الشغل يعني ماشي، معاملاتهم انه تنجز. نسولف وياهم بشكل مباشر حتى تصير واضحه الامور بالنسبه للمواطنين. السلام عليكم. شلونك عمي؟ شو اخبارك حبيبي؟ شلون عافيتك؟ حياك الله اخوي. ان شاء الله. انا اول شيء اتقدم بالشكر لكم والشكر للسيد المدير، لان دا يجاوب ويانا حتى لا ما نعرف يدلينا امانه الله والرسول. وهسه انا هم عندي شغله يمه للرجل، هسه شفتك وشفته يقوم بواجباتنا، ونشكره احنا جدا جدا لان انسان طيب ونزيه وابن وادم. خير اللي اشتغل. والله ثم والله انا عندك هسه عندي مراجعه، وهو انا هم جاي علي على الرجل يعني هم دلوني بيه انا ما اعرفه. سيد الجليل، انا عندي ارقام هاي من شهر الخامس، هسه راجعت ابو المعمل مشكور جهوده لان ما نطعن بيه، يجوز شغله هواي الرجل. فقلت اقول للسيد المدير، لان صار هذا من شهر الخامس، هسه يقول لي مسوين ارساليه للعامه. زين، هي هاي ارساليتي وهاي قبل الكتب مالاتي، وهاي هم جاية من العامة والضبارة جبناها، وهاي هم نعم سيدي. يعني كانت إشكالية بموضوع تسجيلهم. نعم. أكو لجنة مكلفة برئاسة العميد حميد. نعم. حميد تشياد، فصار الإعاز إنه هاي الإرساليات ما يتم طباعة لوحاتها إلا بعد ما تتأكد أولياتها ويصادق عليها رئيس اللجنة. نعم. دزيناه كتاب العميد حميد مدير شعبة التسجيل حاليا في مديرية المرور العامة، بس تستكمل الإجراءات المصادقة عليها وتم طباعتها. الله يستر. يعني ايش قد تطول ممكن؟ يعني إن شاء الله خلال الأيام القليلة القادمة، لأن يعني هي مجموعة بحدود أقل من 200 سيارة. قلت 70 هو معاملة دزيناها. لا أكثر، أي لأنه أكثر من موقع، موقع حرف الميم وموقع الطوبشي بهم يعني مجموعة سيارات النون والياء والكاف، فإن شاء الله خلال الأيام القليلة القادمة. حبيبي حياك الله عمي. السلام. شلونك حبيبي؟ شو أخبار قلبك؟ الله يخليك. ما أي سرة، بس سلمت الفحص الطبي مالتي مال الإجازة. أي وقالوا لي أنت رد بالمسحون اسمي. يعني معاملة سويتها؟ لا سويتها من ذاك الاسبوع اني. اي فحص طبي، سحبت اجازه استماره سحبت ووديت البيع، سويت فحص نظر وهسه جيت عليهم انطوني الفحص طالع مالتي وسلمته، قال له انتظر والحمد لله. يعني استلم الاجازه اليوم؟ اي ان شاء الله الخطه مالت اليوم. واي بحال الله وسهله. قال كلف والله؟ بس فحص 25 الوصل مال بالبيع، والاجازه يعني مجانيه، العفو الاستمارة. اي مجانية انطوها، بس بالبيع ياخذون 25 مال وصل. بس تكلف اللجان الطبية مو احنا وزارة الصحة. داخل المرور ايش قد؟ لحد ماكو كل شيء لحد الان، ولا الف اخذها. داخل المرور ابد ما استمارة مجانية؟ لا موجود. لا بعد بالخطة يروح يدفع. ايش قد يدفع؟ تقريبا بحدود ال 30 تقريبا 45000. نعم، هاي مال الاختبارات ومال البطاقه. هاي مقطوعه؟ نعم لا هي بها وصولات رسميه. يعني بس هذا كحد يعني اعلى. نعم لا هي الوصولات القانونيه الرسميه اللي مقرره يعني بالقانون. ماشي وضع حبيبي؟ الحمد لله. تحياتي لك. شلونك حبيب عمي؟ اخبار قلبك؟ اهلا وسهلا. انا غاتي. يلا زين الحمد لله. والله انا عندي نقل ملكيه، بس يا اخي شو جيت هنا انا اسال الموظفين يقولوا لي اليوم نفس اليوم تكمل المعامل. نعم، عذرا على رداءة الشبكة لهذا اليوم.